وقفت الفيديو في مشروع الصحف مكتب جديد لفرع الجهة الشرقية، فرع جهة الشرق الذي أسسناه أمس مع الزملاء الناشرين في هذه المنطقة لنعيد تمثل روح نداء وجدان الذي قرأناه هذا الصباح بعد النجوى التي نشطمناها حول ضوء الصحافة في دول المغرب الكبير من أجل الإندماج المغاربي. فحوى هذا النداء نعيدها هنا رجاء من كل الزملاء في المغرب العربي أن نعمل على أن نكون قاطرة من أجل التقارب، لا أن نكون أداة للتباعد ولصب الزيت على النار. نحن مؤمنون بأن المستقبل سيكون مستقبل للاندماج، لذلك أتمنى أن نعمل على التقارب، أن نتمثل القيم المهنية الفضلة، أن نلتزم بالمهنة، أن نبتعد عن التضليل، أن لا نكون وقود حرب إعلامية شرسة هي الأرقام اليوم، وأن نعمل على أن نكون السلم والسلام والأمان بين الشعبين المغربي والجزائري والشعوب المغاربية هو خطنا التحرير، وبالتالي نحن عازمون إن شاء الله في القريب على تأسيس الفيدرالية المغاربية لناشري الصحف هنا في مدينة وجدة كما قلنا قبل نهاية السنة. لا تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.